استقبلت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله مساء اليوم بمقر المجلس سعادة السيدة ميشيل هرزوغ حرم فخامة رئيس دولة إسرائيل. وثمنت سموها في مستهل الاجتماع الدور الفاعل لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في الحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة لتنعم شعوبه بالرخاء والاستقرار. كما أشارت سموها في هذا السياق إلى حرص المجلس الأعلى للمرأة على أن تلعب جميع النساء حول العالم دورا أكبر في التوجهات العالمية ذات الصلة بالسلام والأمن والتنمية المستدامة. على صعيد ذي صلة لفتت قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إلى أن زيارة السيدة هرزوغ تأتي ومملكة البحرين تشهد الاحتفالات السنوية بيوم المرأة البحرينية وسط مشاعر البهجة والفخر مع استذكار مسيرة عطائها الطويلة والثرية وانطلاقتها الواعدة والواثقة نحو مستقبل بلادها المشرق. ونوهت سموها إلى ما يبذله المجلس الأعلى للمرأة من جهود من أجل توثيق هذه المسيرة والحفاظ عليها وإكسابها زخما أكبر من خلال جهود وطنية تشاركية. نقلت المرأة البحرينية من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم ووضعت مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة. هذا واستمعت السيدة هرزوغ إلى عرض موجز حول نشأة المجلس الأعلى للمرأة ومجمل الخطط والبرامج والمبادرات التي ينفذها والجوائز التي يقدمها وجهوده في أن يكون مركزا وطنيا للخبرة في شؤون المرأة. من جانبها أشادت سعادة السيدة ميشيل هرزوغ حرم فخامة رئيس دولة إسرائيل بتجربة مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة وبالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة العاهل المعظم حفظها الله والتي تحظى باهتمام دولي واسع بالنظر إلى النتائج المتقدمة لمشاركة المرأة البحرينية خصوصا على مستوى دول المنطقة.